إذاعة جمهورية العراق من بغداد. بعد ضرب الإطلاقات النارية حسيت أنه الدنيا ظلمت، ظلام دامس صار، وانتهى الموضوع عندي وفقدت الوعي وبقيت فاقد الوعي لمدة 9 أيام. ولكن كان هنالك محاولات، تم نقلي من مستشفى إلى مستشفى، وبعد ذلك تم نقلي من مستشفى ابن سينا في بغداد إلى عمان، من عمان إلى سوريا، ومن سوريا إلى أمريكا، وبعد ذلك حسيت أنه ما أقدر بدون العراق. أمل المدرس، مذيعة عراقية ذات صوت رخيم وجميل، عملت في الإذاعة والتلفزيون العراقية، وهي إحدى أشهر المذيعات العراقيات ومن جيل الرواد. وبواسطة صوتها المميز حصلت على قاعدة جماهيرية عريضة من المستمعين، وكذلك من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية العديدة التي اعتادت تقديمها لعشرات السنين. بداياتي مع الإذاعة والتلفزيون كانت ما تخطر على بالي نهائياً، ما كان في يوم من الأيام أنه أتصور أنه أكون مذيعة أو أعمل في الإذاعة والتلفزيون بأي عمل كان. في وقتها كنت صف أول متوسط، وكان عمري يقارب 12 سنة. لاحظ وجودي في وقتها مدير برامج الإذاعة والتلفزيون الله يرحمه الأستاذ عبد الجبار ولي، فسألني قال لي تحبين تشتغلين؟ قلت له والله ما أدري كيفكم، وبديت أعمل بالإذاعة والتلفزيون، عملت في قسم التمثيليات والبرامج الخاصة. يكاد يكون برنامجها الشهير 10 دقائق من أشهر برامج تلفزيون العراق لأكثر من 35 عاماً، ورغم قصر وقته وعرضه أسبوعياً كل يوم جمعة، وكذلك البرنامج الإذاعي ذو الشعبية الواسعة استوديو 10، وكذلك برنامج نادي الإذاعة، وغيرها من البرامج المهمة التي كان يتابعها العراقيون وما زالوا. تم نقلي من قسم التمثيليات والبرامج الخاصة إلى قسم المذيعين، وبصراحة بديت أعمل في قسم المذيعين وحبيت العمل جداً جداً، وبديت أعطي أكثر وقتي كان للعمل الإذاعي والتلفزيوني. يعني انطيت من عمري للإذاعة والتلفزيون بحدود 60 سنة عمل إذاعة وتلفزيون. أعزائي المستمعين، مع كل المحبة نلتقيكم، محطاتنا فيها كل مفيد وممتع، إذن أهلاً بكم في محطات. وأثناء توجهها إلى مكان عملها في 29 من نيسان من عام 2007، تعرضت أمل المدرس لمحاولة اغتيال كادت تودي بحياتها، حيث هاجمتها مجموعة مسلحة، حيث تم إطلاق عدة إطلاقات نارية أصابتها برأسها. في وقتها كانوا ينقلوني في عمان بالإسعاف، وسمعت 2 يحجون عراقيين دكاترة، فرأساً التفتت عليهم قلت لهم أنتوا عراقيين؟ قالوا إيه. قلت لهم الله الله الله، أنتوا العراق؟ فهم إيش قالوا لي؟ قالوا لي العراقيين كتلوج ضربوج وتحبيهم؟ قلت لهم لا، اللي ضربوني مو عراقيين، أنا متأكدة مو عراقيين. المهم أبقى أحب العراق مهما كان ومهما صار. الآن عادت للعمل الإعلامي كي تثبت وجودها، متحدية الألم وبنسبة العجز 90%، ولتقول للألم والعجز أنا امرأة ما زلت معطاء. كانت أكو رغبة من قبل إدارة شبكة الإعلام العراقي الأخت العزيزة سميرة شاد بعودة برنامج
السعودية 10. فقلت لهم أنا أتمنى إذا أريد نعود لازم تكون أمل مدرس ويانا. فقالوا هاي أمنيتنا وكليتنا شلون؟ قلت لهم إن شاء الله نقنعها وها. فحاولنا جاهدين وياها وكانت متعبة جدا بالإقناع حقيقة. يعني قوة إنه يومين نتقدم وخلاص. صراحة رجعت للعمل واقتنعت إنه أرجع. اللي أقنعني أكثر هو عندما قدمت أول حلقة بعد الحادث. كانت يعني حلقة متميزة بصراحة، وحلقة مؤثرة ومؤلمة جدا، بحيث كانوا المستمعين لما يتصلون بي عبر الهاتف يبكون، يعني إذا نساء أو رجال، ويذكرون أنه أنت رجعتينا للزمن الجميل، رجعتينا لأيام زمان. هذا الكلام بصراحة يعني صار يعني لازم مسؤولية في عنقي، لازم أتحملها ولازم أكون قدها مثل ما يقولون. هذا اللي خلاني أنه أستمر بالعمل أكثر. العراقية الكبيرة أمل المدرس.